على اوردر ما راح تفقين بهاي الشغله صدقيني. استاذ الله يخليك طول بالك عليه، والله دا اتعلم بسرعه بس هو تعلمين؟ مدى يطبع. صار يومين تتعلمين، ما عندي بعد وقت اقضي وياك. اتعلم بس شوي طول بالك عليه استاذ الله يخليك. صار يومين استاذ. صار يومين ما اتحملك بعد. كان واضح عليهم الوجع وسط ناس كتير كانت بتسمع وبتتابع. اخر يوم اللي شيلانه هذا اسمك؟ هذا انا كافي بالجاب راح اشيلك اليوم. يلا انا مطلوب من عندي شغل. انا مطلوب منك شغل بس مو هيك. مو هيك تقف عليها واقرا عنها وخليجي احد منها يقعد يفهمها عليها. تعال يلا احنا فاتيها مدرسه. علمها. مين خالد؟ ليش شيء ما خالد؟ شوي شوي تعلميني. ماكو شيء عسى سنه، تعال كيفك خذها منها. بس اخر يوم انت اليوم. يا بنت ايش قد يلا تعلمت الشغل هم يا خالد. هسه خلنا نروح. هسه كل احنا درسنا. بس مو هيك. كلها عندنا مدراء وعندنا شيء. مو شيء تعمل زياده. صار لك يومين. خريجة خريجة يعني ما خالد عشان ما خريجة هو برنامج هو مدد لك يعني. لا استاذ الله يخليك. لا تمشي تمشي أنا هاي هاي شو بعد كشيف هذا راح شو سوي الكشف هذا. لا شو بعد شو بعد شهامة الشباب بتفرح القلوب وتدي أمل في بكرة. تدخل روح هناك حبيب قلبي حبيب قلبي. بس اسمع بسمعني بسمعني على كيفك على كيفك أخي. أنا مدير صالح نواف. أنا مدير صالح. ها متعبي شنو اللي دفعك تتدخل بصراحة؟ بنية عيب بنية عيب صح يسعى عليها. انت كل شي احنا ما شاء الله العراقيين فايرين لو واحد يصير على بنية صعبة. أنا كلش انقهرت عليها لأن أنا ما أتخيل يعني إنه هو رجال وكبير ويعيط عليها وهي بنية. ماكو إنسان فاشل. إحنا بالجهد يلا نصير. أنا من يوم ما أنا عندي 23 سنة خدمة أنا من يومي حسيت بالحباط والفشل. أسلوب استفزازي. ودا تقول له أنا ما عندي قوة حصلت هذا الشغل. خاطر أول أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.